السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين حزن النبي صلى الله عليه وسلم وهم المهدي على الأمة المسلمين والفرج القادم المبين، يعني فرج واضح بإذن الله. رأي يقول يقول لك أحد الأحباب بالله، قال شيخي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته، قال رأيت أن النبي عليه وآله والسلام مستلقي على ظهره الشريف، وكان يرتدي ثوب أسود ممزق وواضح على وجهه عليه السلام علامات التعب، فنظرت عليه السلام وقال هناك كنز بيني وبينك، فنظرت للأعلى فوجدت خزان مياه يقف عليه رجل يضحك، وأنا انزعجت منه لأنه كان يضحك بصوت مرتفع، وقلت في نفسي النبي عليه السلام قال الكنز هو خزان مياه وليس شيئا آخر. انتهى. ما تأويل ذلك؟ ربي يجزيك الخير. أحباب الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مستلقى على ظهره الشريف ومرتدي ثوب أسود اللي هو السيادي والسؤدد بس ممزق، وإنه متعب ووضع على وجهه عليه السلام علامات التعب، هاي بتدل على حزنه وعلى أمته وقلبه على أمته، لأن أمته بتذبح ببعض وبتغزو ببعض ومشاكل وفتن، صح ولا لا؟ فنظر الرسول عليه وقال هناك كنز بيني وبينك، فنظرت للأعلى فوجدت خزان مياه. هسه خزان المياه بدل على ايش؟ وفوقه رجل يضحك. هذا الرجل هو المهدي. ليش بضحك؟ الضحك هم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك شوفوا القرآن الكريم بسورة الأعراف 26 قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لباس الرسول الممزق بدل على ايش؟ على التقوى عند أمته راحت، قلت التقوى عنده، عشان هيك قريب الناس بتقي الله سبحانه وتعالى. طيب خزان الماء، سورة الأنبياء 30 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني خزان الماء اللي بدل لك كنز الإسلام وكنز المؤمنين وكنز المهدي مش إشي إلا المؤمنين ذاتهم، الحياة هذا الكنز، الكنز الحقيقي البني آدم مش المال، المال بروح وبيجي. ليش بقول لك كنز الكعبة؟ مين بروح على الكعبة غير المسلمين؟ الدين. فمهموم المهدي على مصير على أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الذبح والقتل وسفك الدماء وتعاظم عن الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام حزين وعاد مش راضي عليه بصير. عشان اللهم اجعلنا في الاستماع وقال في التمعون أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.